السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير، الله يبارك في الحمد عمرك يا رب. لله وإياكم. مولانا بعد إذنك عندي سؤال وعايز تفصيل يعني للمسألة بشكل كده، إيه يعني معلش تصبر عليها شوية، ربنا يبارك في عمرك يا رب. وإياكم. دلوقتي في أخ تكتب بالعربي يا عبد عنده الرحمن. سيارة، فابنه ركب السيارة كان ماشي على البحر، خبط واحد، الشخص اللي كان معدي ده قعد 7 أيام في المستشفى وتوفى الله بعد كده. أهل الميت، أهل المتوفى ده رفعوا قضية، وبعد كده القضاء حكم على المتهم اللي هو كان سايق السيارة بعد كده في القضية بالبراءة. أثناء القضية وهي شغالة، أهل المتوفى طلبوا فدية 200,000 جنيه. فأبو الشخص اللي هو اللي كان عامل حادثة قال لهم مفيش مشكلة. فضلوا لحد القضية ما اتحكم فيها، قبل القضية ما يصدر الحكم فيها، طلبوا 400,000 جنيه. لما صدر البراءة، أبو الشخص اللي هو ضرب الأخ ده قال لهم شوف انتوا عايزين ايه، انا هديكم، عايزين نعرف حدها في الشرع ايه، هل يديهم المبلغ ولا حدها ايه بالظبط؟ عايزين يعني قول مفصل للمسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ففي حال القتل الخطأ، القتل الخطأ له دية معلومة. إذا بنينا على الإبل، إذا كنا من أهل الإبل فمئة من الإبل، لكن مفرقة ومصنفة أصناف معينة، ولكن في قتل الخطأ تلزم العصبات كلها بالدية، وهذا ليس بموجود في مصر نظام العصابات. لكن إذا أخذنا بالرأي الآخر، وهو رأي أمير المؤمنين عمر وتبعه على ذلك الصحابة، أنه قوم ذلك بالفضة، وهو قدر ما يكون الآن، لأننا ليس من أهل الإبل، لسنا من أهل الإبل، فما يقارب 36.5 كيلو من الفضة على ما قرره الأزهر. 36.5 كيلو من الفضة. لكن هنا مسألة ينظر إليها، إذا كان المجني عليه تحمل نسبة من الخطأ تقدر هذه النسبة وتخصم من الدية. فافترض مثلا أنك على طريق سريع لا يسمح بمرور الناس، فجاء واحد ومر بسرعة فقتل، متحمل نسبة من الخطأ. ينظر هل كان السائق هو نفسه يمشي على السرعة المعتادة أو يمشي بسرعة فائقة، فهذا قد يتحمل جزء وهذا قد يتحمل جزء. فالتقارير المرورية والأعراف، أعراف الناس والمستمعون للقضية يقوموا، هل الميت المقتول خطأ متحمل نسبة من الخطأ، وكم هذه النسبة على وجه التقريب، وتخصم النسبة من الدية. قد يكون متحمل الخطأ كله 100% فليس له شيء. على سبيل المثال القطار يمشي، جاء واحد مر أمام القطار مات، هل سائق القطار عليه شيء؟ ها؟ أسألك. أيوة مولانا. قلك القطار يمشي. أيوة. واحد جاء مر أمام القطار فمات، هل سائق القطار عليه شيء؟ لا، هو الثاني اللي غلطان طبعا. الثاني اللي غلطان. نفس الشيء في الطرق السريعة التي لا يسمح فيها بالمرور، هل هذا مر كذلك أو ما هي ملابسات القتل الخطأ؟ لأنه ينظر إلى قدر القتل الخطأ الذي ارتكبه المجني عليه، ويخصم هذا من الدية. وبالله التوفيق. ما شاء الله، جزاك الله يسلمك.